اوكي ارسم الحواجب. وطبعا وايد بنات يوصلني اسئله عندهم مشكله مع الحواجب. اول شيء مشطي، شنو ما كان شكل حاجبك مشطي تلاقين خذ الشكل، لما يكون مخربط كذي وتي انت تبترسمينه ما في حدود تحسين. فاول شيء مشطي، خلي الشعر كله كذي مرتب. بعدين سواء بجل بقلم كله نفس الطريقه. انا طريقتي احدد الحاجب من حدوده مع الشعر امشي. امد شويه عشان اذا بطول تلاحظون ما اي وايد من المقدمه مالت الحاجب. اوكي شوفوا هني شلون في فراغ، امشط شوي اللون راح يتوزع. اوكي طول ما انت تسوين تمشطين اللون راح يتوزع. شوفوا شلون خلاص من فوق بلش ياخذ شكل. اوكي وخصوصا لما يكون جل انا ما اخذ ابدا، انا اطبطب كذي اطبطب على الجل، ما اسحب واخذ كميه وايد لان بعدين راح يخربط لك اوفر، يعني تضطرين بكميه كبيره مثلا من الفاونديشن او الكونسيلر انك تنظفين. اوكي نفس الشيء تحت اخذ حدود الحاجب. تلاحظون شوفوا انا هنا عندي شعر هم اعرض وانزل لين المكان هذا. هذا كله انت بعدين راح تنظفينه كونسيلر او فاونديشن. بعدها من داخل الباقي بالفرشه من داخل الون، اعبي من داخل الحاجب وامشط عشان اوزع اللون كله. لان اوكي الحين انا بهذه الطريقه رسمت، انزين وايد مخربطه، تبين تنظفين تبين ترتبين تاخذين كميه جدا بسيطه، سواء من تحت الحاجب تبين فاونديشن او كونسيلر تنورين توضحين اكثر الحاجب، لكن من فوق هني مو بكونسيلر فاتح، لا يكون نفس لون الفاونديشن افضل عشان ما يتحدد من فوق يصير شكله غريب. اوكي امشي شوي شوي انظفها. اوكي الحين انا عندي هني من فوق انا ارتب الكسره. الحين انا رتبت الحاجب، تشوفون الخطوط اللي فوق صارت من الفرشه من عقب التنظيف، طبطبه بسيطه جدا. ونفس الشيء تحت، اذا من قدام تحسين وايد صار مربع طبطبين عليه ببقايا الاسفنجه وبس يكون نظيف كذي الحاجب وتمام. اوكي ها الحاجب واضح كاهو، حدد من فوق ومن تحت ضبط الكسره كل شيء تمام. الحين ابي اخذ لون بني غامج بفرشة دمج صغيرة. وين راح احطه؟ مثل ما دائما اقول لكم كل وحدة تعرف حدود عينها، راح احطه هني. تلاحظون ايدي جدا خفيفة، لا تضغطين ابدا بالشادو بعدين تقولين اللون مثلا اختفى مع الدمج، تدمجين بطريقة حيل قوية رايحة ورادة يختفي اللون، او ممكن يصير رمادي مع الوان ثانيه خلاص اختفى يعني من كثره الدمج. ايدك جدا خفيفه بوضع اللون ونفس الشيء الدمج. حدود العين شنو ما كانت عينك مبطنه غايره صغيره كبيره، هذا الجفن المتحرك انت تبين لما اللون تحطينه عليه يكون وانت مبطله موجود هني واضح، واذا عينك مبطنه او غايره وصغيره انت تبين اللون يبين هني فوق، لما تبطلين عينك اللون هني واضح فوق. اوكي لان دائما البنات ما يعرفون حدود عينهم فعبالهم ان انواع المكياج ما راح تمشي معاها، لا كل شيء يقدر يمشي معاها. نفس الشيء بنسل برش صغيره راح احطها تحت العين. فاللي ما تعرف حدود عينها بنات يقولوا لي شنو ينفع لنا مكياج من العيون المبطنه او العيون الغايره او او او، لان انا دائما اشرح اعرفي حدود عينك، لما تعرفين حدود عينك اي لوك تشوفينه راح تقدرين تسوينه بحدود عينك انت. أو المكياج مو خاص حق العين المبطنة أو الغايرة أو الأنواع العيون،
انت لما تعرفين حدود عينك هذه بالضبط راح تعرفين تسوين اي لوك بخاطرك، انت تضبطينه على حدود عينك. اوكي انا الحين قاعده احط اللون، تلاحظون انا وين قاعده امشي؟ اول شيء حددت عيني من فوق، جبت لهني فقط ما مديته لبرا، انزين، والحين جبت من تحت وقاعده اوصله مع اللي فوق. اوكي الحين راح ادمج دمج خفيف، شوفوا الدمج انا وين قاعد امشي، الدمج قاعد امشي عند اطراف اللون مو كله، من هني قاعد اروح ورد، لا طرف اللون قاعد ادمجه، اللون نفسه ما ابي يندمج، انا حطيته وخلاص، اطراف شوي شوفوا رايحة ورادة، بس اول ما تشوفين اندمج خلاص. نفس الشيء تحت العين، لاحظوا مو قاعدة امد للحين، قاعدة اوقف مع الحدود هذه. الحين راح اجيب لون انتقالي جدا خفيف، راح احطه شوفوا باطرافه ادمجه معاه. وايد بنات مو عارفين شنو الالوان الانتقاليه، واللي يعرفون عبالهم انه لازم بكل لوك استخدم، لا الالوان الانتقاليه على الاغلب يكونون من درجات البني المحمر، البرتقاليات اللي تكون هاديه، يعني مو الوان وايد قويه. احيانا طبعا اللون انتقالي يستخدم بروحه فقط، ليش انتقالي اسمه؟ لانه يخليك تنتقلين من لون للون. احيانا سبحان الله اللون هذا يكون طبعا من درجات الالوان الانتقاليه، تحسينه يدمج ما بين لونين معينين، ممكن لونين ما يلوغون على بعض، لكن اللون هذا الانتقالي يخليهم لاقين على بعض بطريقه ما، عرفتوا؟ راح اسوي لكم باذن الله بعدين درس على هالالوان، لكن مبدئيا انه مو ضروري دائما تستخدمونهم، عرفتوا؟ اوكي نفس اللون، تلاحظوا وين قاعده احطه انا؟ هني على تفخه العين عشان الخطوط، انا احب انزل الشادو من تحت، وعشان ادمج البني ما ابي يروح، قاعده اوصله لبرا معه. اوكي الحين راح اجيب لون شمر احطه، طبعا بالايد الالوان الشمريه تطلع اقوى، تلاحظون قاعد احطه بالنص على الجفن المتحرك، راح اجيب فرشه فلات فقط اطرافه شوي. اوكي الحين راح اجيب لون بني غامج بس فيه لمعه، احطه على مكان البني. ادمجه معه مع البني. نفس الشيء تحت العين. واوصله مع بعض طبعا. دم جدا بسيط، ما ابي سحبه قويه. وابي اللون الانتقالي هو اللي يبين هني برا. تلاحظون ابي البني بحدوده فقط. راح اخذ شادو كريمي احطه فوق الشادو الشمر هذا اللي انا حطيته. مع حدوده بالضبط. طبعا اي شادو كريمي اي شيء تحطونه فوق العين يكون رطب، نطرو عليه ينشف. اذا تبونه فقط ثابت على الجفن المتحرك لا تبطلون، لانه راح يطبع هني فوق على الجفن المتحرك، على الجفن اقصد الثابت راح يطبع. نفس الشادو الكريمي راح اطلع هني شوي عند المدمع. راح اكمل شوي لهني شوية بالفرشة بس عشان ما يكون في حدود واضحة. راح اجيب من نفس الشادو اللي استخدمته اللي فيه لمع البني الغامج هني تحت شوي،
أبي أرسم آي لاينر، ودائما أقول لكم الآي لاينر من آخر رمشة هني. أوكي، وبعد الأرد أوكي، الحين أعبي هذه المنطقة. ولا تخلوا نشوف الفراغ، تشوفوا اللي هني فراغ ما بين الرموش اصلا والعين. اوكي، ضبطت النهايه. تلاحظون بنات ان انا جيت لهني، وقفت لهني وبشكل تدريجي لانه ما بي اي بلا قدام، بس من النهايه. هنا بحط شادو شمر كاضاءه تحت الحاجب، ابرزه من نهايه الحاجب على العظمه هني. اوكي، بعدين شوي ادمجه. الحين ابي اكحل العين من داخل، من فوق وتحت، اللي تبي تحط مثلا بيج او ابيض داخل، انا تبي تكبر العين براحتها. بحط مسكرة، راح احط رموش كذي شكلهم كايسين. تشوفين اقرب شيء من خط الرموش تحطينه، بعدها من النهاية تلزقين ومن البداية. الحين مسكرة الحواجب الشفافة، سواء مسكرة فيها لون او شفافة حطيها بعد ما تنظفين وجهك كله، عشان اللون او سواء شفافة توخر الغبرة اللي صارت من البودرة على الحواجب. لاحظت شلون حتى البني فيه لمعة، معطي وايد يعني جمالية حق اللوك. اللوك يعني بسيط ناعم يعتبر للأمانة. اي حقي انا ناعم، اي 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 لحد يصدم. لكن على بساطة اللوك فيه جمالية مو طبيعية، مو عشان انا مسويتها لا، صج ينن. اولا طريقة الايلاينر من نص العين شذي للنهاية سحب العين، مكمل اللوك بنفس الوقت، معطي انا هني عيني كلها حجم، لان لو مبلشتها من قدام يعني لاين مسوية كان اصغر العين زيادة. فانا ما رسمت لان ابي هني المساحة هذه كلها فيها اللون اللي انا حاطته اللي ابي يشب واضح، عرفته؟ اوكي، اول شيء طبعا لما غسلت وجهي وقبل الميك اب استخدمت الهايلورونيك اسيد من ماركت كريسي، حطيت المرطب طبعا هم الطبي، في حمايه وايد حلو حق الخطوط. انزين، وبعدها حطيت رشيت ماي الورد من ماركت فلاي اب. الفونديشن طبعا خلطته مع المصحح مالي من ديرماكول، الفونديشن درجته F10 وايد حلو مال ريفولوشنيين، والمصحح مالي رقمه 224. ثبت الوي اول شيء ببودرة ماك ميديوم دارك. اوكي، وبعدها الجرافتوبيان حق البيكينج اللي هي هذه الدرجة، بنانا كريم باي. بعدها من ماك جل الحواجب هذه الدرجة ديب دارك برنت. اوكي، بعدها اللي خذيته من باليت أناستازيا هذا البني اللي حددت فيه أول شيء العين. أوكي، هذا اللون الانتقالي اللي حطيته دار مدار العين، دمجته مع البني. أوكي، وهذه الدرجة اللي حطيتها تحت الحاجب باليت أناستازيا هذا. أوكي، وبعدها حطيت فوق البني اللي حطيته اللي حددت فيه العين من كيكو هذا، شوفوا بني غامج بس فيه لمعة، رقم 2. اوكي، على الجفن المتحرك هذا اللي حطيته. اوكي، من باليت هدى بيوتي، وفوقه حطيت من ستيلا انتو ذا بلو الكونتور، هذا لونه وايد احبه، هو له من بنفيت.
بلت البلاشرات من نيكس، خذيت هذه الدرجة المشمشية مع هذا، هذا مشمشي مطفي وهذا فيه إضاءة. هذا البلت وايد أنصح فيه بناتي ينن. أوكي، والإضاءة من أناستاسيا استخدمت هذه الدرجة. القلم داخل العين اللي كحلت فيه من كارغو، وقلم الآيلاينر شوفوا مكتوب عليه واتر بروف مال فلاي أب، وايد حلو حق اللي أنا حساسة، ينن وثابت وسواد يهبل، وايد سهل حق اللي يعني تبترسم تعلم أول مرة، وايد حلو. مسكرة الحواجب الشفافة من بنفت، والمسكرة إذا دورت ينن. صمغ الرموش دو الأخضر للرموش من علي اكسبريس اللي هو ابلكيشن، هذا رقمهم ما عليهم ولا شيء. حدت الشفايف بقلم كيكو، هذا الأقلام يهبلون ثابتين حتى بروحهم كحمرة يهبلون، هذا رقمه 404. والحمرة من هدى بيوتي، اوكي ايكونيك. مثبت الميك اب من ريفولوشن، اوكي. والعدسات ميست أشن من مستر